It's been a year. The doctor's given up on him. It only takes one memory, one memory to get him started. You'll be okay, just you and him. You'll be okay, just... Alex. What the... Why do you ask? I mean, they're exactly the same. He was a genius. You've seen him, haven't you? He loves his wounded birds. He'll be back. إيه زيكم يا جماعة عاملين إيه؟ ورجعنا لكم مع مراجعة فيلم The Portrait الفيلم بطولة ناتاليا كوردوفا باكلي ورايان كوانتان والفيلم من إخراج سايمون روس بالنسبه للمخرج فيلم ذا بورتريت يعتبر أول فيلم طويل يخرجه بعد ما كان متخصص في إخراج الأفلام القصيره. فيلم ذا بورتريت نزل يوم 20 اكتوبر سنه 2023 في مهرجان سان دييجو الدولي للأفلام وعلى جميع المنصات الرقميه يوم 8 ديسمبر من نفس السنه. كالعادة وفي آخر كل مراجعه حابب أقول كلمتين فاللي عايز يسمعهم يستنى لآخر الفيديو أو يجري المراجعه ويسمعهم. الفيلم بيحكي عن زوجين سعداء أليكس وصوفيا ففي يوم للأسف اللي حصل إن صوفيا اتسببت في حادثة لزوجها أليكس عن طريق الخطأ ونتج عن الحادثة دي إن أليكس فقد النطق تماما والذاكرة فبعد ما الأطباء فشلوا إنهم يرجعوا أليكس لحالته الأولى أخدته زوجته صوفيا لفيلا بعيدة ونائية واللي كانت برضه فيلة أسرة أليكس في الماضي كمحاولة منها في إن هي تساعد أليكس علشان يستعيد ذاكرته ويتماثل الشفاء فبعد ما وصلوا الفيلا وقضوا يومين، صوفيا سمعت صوت غريب وقت ما كانت نايمة بالليل في الصندرة بتاعت الفيلا، فلما طلعت فوق عشان تكتشف سبب الصوت، لقت لوحة كبيرة متغطية، وأول ما شالت الغطا من اللوحة اتفاجئت مفاجأة كبيرة، وبيبتدي أحداث الفيلم المشاهدين اللي هيتفرجوا على الفيلم ومن الوهله الاولى ممكن يعتقدوا ان قصه الفيلم مستوحاه من القصه القديمه ذا بيكتشر اوف دوريان جراي واللي كانت نزلت سنه 1890، لكن احب اقول لهم ان ممكن يكون الفيلم ده اخد فكره طفيفه من القصه، لكن بعد مرور وقت بسيط جدا القصه اختلفت تماما، ودي كانت اول نقطه جميله بالنسبه للفيلم ده، بالاضافه لطريقه التصوير الجميل مع الموسيقى التصويريه الهاديه في بدايه الفيلم، ادت وعد للمشاهد انه هيخوض تجربه مشاهده جميله، بالاضافه الاداء تمثيل الابطال الفيلم وخصوصا اداء الممثله ناتاليا باكلي اللي كان جميل واقنعت المشاهد بدرجه كبيره بالحاله النفسيه اللي بتمر بيها الشخصيه تجاه المشكله اللي بتواجهها والجميل كمان برغم ان انتاج الفيلم ما كانش كبير ولا مكلف الا انه خرج بصوره مقبوله على قدر الامكان مشكله الفيلم الوحيده برغم من جو الغموض اللي قدمه الا انه كان فيه مط وتطويل في الاحداث بدرجه شديده وبرغم كمان ان مده الفيلم كانت حوالي ساعه وثلث بس فللاسف احداث الفيلم ما كانتش كتير والمخرج فشل انه يوزعها صح في المده اللي كانت قدامه فبالرغم من جو الغموض ممكن المشاهد يحس بالملل وقت المتابعه بمنتهى السهوله خلاصه الكلام فيلم ذا بورتريت فيلم جميل ومسلي برغم المشاكل اللي فيه <applause> تقييمي لفيلم ذا بورتريت هو 6 من 10 واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض وقبل ما أقول سلام، اللي متعود يشوف الأفلام الأجنبية في السينمات أو مشترك في منصات رقمية أجنبية يستحسن بلاش، علشان الفلوس اللي حضرتك بتدفعها سواء لتذكرة السينما أو الاشتراك في المنصة الرقمية، للأسف المنتجين بيتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها، فأنا عن نفسي أفضل نستنى شوية لحد ما الفيلم ينزل على المنصات المجانية ونتفرج عليه، وبعتذر إن طولت عليكم، سلام.